أهلا وسهلا فيكم. كل ما بتتطور حياتنا منصير ندور على الخدمات اللي بتسهل علينا وبتوفر علينا الوقت والجهد، وحد هاي الخدمات اللي بنستخدمها بشكل يومي هي الخدمات البنكية الإلكترونية. ملاحظين كيف صرنا من بيتنا بنقدر ندفع فواتير، بنقدر نفتح حساب في بنك ما بيعرفنا، بنقدر نصرف شيكاتنا بنفس اليوم. كل هاي الخدمات في وراها شركات بتقدمها. اليوم رح نتعرف على شركة بروجرس سوفت، هالشركة اللي كانت من أولى الشركات اللي ابتكرت حلول إلكترونية للمدفوعات في البنوك. موضوعنا اليوم رح نتعرف على هاي الحلول، رح نتعرف على دور هالشركات على الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني. واستنوني، نصائحنا لليوم رح تكون كيف أستخدم الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الإنترنت ويضل حسابي بأمان. خليكم معي. أي شركة بدها تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتصير من كبرى الشركات العالمية لابد يكون عندها خطوات مدروسة لتصميم منتجاتها، وشركة بروجرس سوفت اللي بتقدم حلول مدفوعات عالمية تتبع مراحل تصميم مدروسة بعناية. تبدأ فرق العمل بالبحث ودراسة السوق وبيشوفوا مين الفئات المحرومة أو غير المشمولة بحلول المدفوعات الموجودة حالياً، وكمان بيدرسوا الحلول الموجودة وبيحددوا نقاط الضعف فيها. وهون بتبدأ مراحل تصميم الحلول، فممكن يبنوا حلول جديدة وممكن يطوروا حلول بروجرس سوفت الموجودة حالياً في السوق، وذلك باستخدام أحدث التقنيات. ولكل عملية تصميم لازم يكون فيه تطوير وتحديث، وهون بتبدأ مراحل تطوير الخصائص والميزات واللي بتشمل مراحل التخطيط والبرمجة، اختبار المنتج النهائي ومراجعته مع العميل، لأنهم بيشركوا العميل في عملية التطوير ليحصلوا منه على تغذية راجعة كمستخدم أساسي لهذا المنتج، وبناء عليه بيكرروا الخطوات حتى يوصلوا للمنتج المطلوب. هالمراحل اللي نتج عنها أنظمة سهلت حياتنا اليومية، منها نظام تقاس التشيكات الإلكتروني. هذا النظام اللي سرع آلية تحصيل تشيك، فصرنا نقدر نصرفه بنفس اليوم. ونظام المحافظ الإلكترونية، هذا النظام اللي خلى أي شخص يقدر يستلم أموال أو يبعث أموال عن طريق التطبيق اللي على موبايله، ومش بالضرورة يكون عنده حساب بالبنك. هذا النظام ساهم في تحقيق الاشتمال المالي لفئات عديدة في المجتمع، وأيضاً حلول التحقق من الهوية بطريقة رقمية. هاي الحلول اللي خلتنا نقدر نفتح حساب بالبنك ونبعث صور وثائقنا عن طريق الموبايل وبدون الحاجة للتوجه للبنك. والمنتج هو حلول مدفوعات بتضيف قيمة فعلية وبتلبي احتياجات السوق واحتياجات المستخدمين وتنافس على مستوى العالم. وهيك شفنا كيف شركة بروجرس سوفت لعبت دور كبير في إنها وضعت الأردن في طليعة التقدم التكنولوجي في الصناعة البنكية. هلأ رح نحكي مع أروى أبو الوفا، برودكت أونر بشركة بروجرس سوفت، لنعرف أكثر عن هالشركة. تفضلي يا أروى، أهلا وسهلا فيكي. مرحبا. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. والله أنا مبسوطة عليكم، يعني فريق بروجرس سوفت الكل هيك نشطين ودائما عندكم أحدث التكنولوجيا في كل شيء. طيب أروى، هلأ نحن دائما
شفنا طبعا الخدمات اللي بتقدمها بروجرس سوفت، ودائما بحس انا انه الشركه اللي هيك بيكون عندها قيمها واضحه بتنعكس دائما على عملها وكمان على دعمها للمجتمع. بس اول خلينا نيجي على العمل، اعطيني كيف تشتغلوا ببروجرس سوفت لحتى هالقد صرتوا مساعديننا. هلا احنا كشركه بروجرس سوفت بنقدم ابتكارات ومنتجات على المستوى العالمي بتسهل عمليات الدفع للمؤسسات وللأفراد. على مستوى الأردن تحديدا تم ابتكار نظام المقاصة الإلكترونية المعروف بنظام الـ ECC، بحيث بيستطيع الشخص يقدم التشيك ويحصله بنفس اليوم. هلا نعرف زمان كنا نقدم التشيك ونستنى 3-4 ايام ليتحصل. انتوا اللي بديتوا هاي الخدمه 100%. بالاضافه طبعا للمدفوعات عن طريق الموبايل. وحاليا بنقدم انظمه تسمح للمؤسسات والافراد بفتح الحساب عن طريق الموبايل دون الحاجه الى ذهاب للبنك. صح، يعني هاي تعرفي الواحد بيستعملها بس ما بيفكر انه في شركات متطوره ومتخصصه تعمل هذه السوفت ويرز او البرامج. طيب هلا بدي اجي لدور بروجرس سوفت، يعني خلال هال 31 سنه بوجود بروجرس سوفت بالاردن وبالعالم كان لها دور كثير على الاقتصاد الوطني وايضا على المجتمع الاردني. وبحس دائما يعني انا من كل اللي شفته بحس انه دائما في سخاء وفي حكمه بدعم المجتمع الاردني، فعارفين على هدول الجانبين. طبعا احنا كشركه اردنيه قدمنا الدعم للقطاع المالي المحلي بعدة منح، كان أبرزها منحة تم تنفيذها في عام 2014. منحة 2014 لعبت دور كبير في وضع الأردن في طليعة التقدم التكنولوجي للصناعة العالمية المالية. طبعا ما بدنا ننسى بالإضافة للدعم الجهات الأكاديمية والجهات الصحية والخيرية. طبعا وإحنا عم نسلط الضوء عليهم، خصوصا الكمبيوتر لاب اللي بالجامعة الأردنية وغيره من خدمتكم لتقديمكم للمجتمع. هلا نيجي نحن طبعا خلال هالثلاثين سنة كان في دور كتير كبير على الاقتصاد الوطني. وإحنا قديش بنحب ونعتز بالشركات الأردنية اللي بتوصل للعالم. فبحبك أسمع منك رسالة من داخل بروجرس سوفت للجهات الشركات الخاصة للقطاع الحكومي، يعني إذا أنت عندك هنا مساحة تحكي. صراحة إحنا دائما منحب نشجع القطاعين العام والخاص على دعم الأعمال المحلية. طبعا بالمقابل بده يكون في مسؤولية كبيرة على هاي الشركات بتقديم الخدمات والمنتجات من الدرجة الأولى بما يتماشى مع المعايير الدولية. طبعا هذا كلياته بيعود على مجتمعنا بالتطور وبالازدهار. طبعا وبتعرفي مزبوط، هو كمان بعالم البرمجيات او يعني كل شيء بتطور عالميا. صح. والناس بتصير تدور بدها زي ما موجود، فأظن هاي المسؤولية. يعني إذا أنا بدي أختار شركة أردنية أو أجنبية، إذا الأردنية عم تقدر تكون متطورة من لأيها هي رح تأخذ السوق. يس. 100%. صح. شكرا لوجودك معنا. شكرا لإلكم. أبو وفاء برودكت أونر بشركة بروجرس سوفت. شكرا لإلكم. رح نتعرف هلأ من الجانب الاقتصادي ودور الشركات بأنواعها على الاقتصاد الأردني وعلى الأفراد مع الدكتورة يارا قطامي الخبيرة المالية. وما تنسوا نصائحنا لحلقة اليوم رح تكون كيف تستخدم الإنترنت في معاملاتك البنكية ويضل حسابك بأمان. خليكم معنا راجعين بعد الفاصل. خلينا نرحب مع بعض بضيفتنا الدكتورة يارا قطامي الخبيرة المالية. أهلا وسهلا دكتورة يارا، كيفك؟ كيفك؟ أهلا أهلا، شو الأخبار؟ والله تمام الحمد لله، يعطيكم العافية. الله يعافيكي. يعني دائما إحنا منحب بهذا البرنامج منجيب قصة نجاح ومنحللها ومنطلع عليها بكل جوانبها ومنعطي نصائح كمان للناس خلالها. فهلا أنا حابة نيجي هيك للناحية الاقتصادية يارا، يعني اللي هو مجالك المالية والاقتصادية. يعني كل الشركات بالأردن بأنواعها، سواء شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، شو دورها هيك في الاقتصاد الأردني، خصوصا انه احنا هلا في مرحلة احنا كلنا لازم نشتغل ايد واحدة لنرتقي ونرفع الاقتصاد الأردني ينمو اكثر. اكيد 100%. هلا نمو وازدهار هاي الشركات بيأثر ايجابي طبعا وشيء اساسي على اقتصاد الدولة. اول شيء لو له دخل او الجانب الاساسي في الناتج القومي الاجمالي، نموها وازدهارها بيرفع من الناتج القومي الاجمالي، فبالتالي بتزيد الانفاق على المشاريع التنموية، المشاريع المستدامة، على البنية
التحتية وأيضا بيأثر على نسب الدين العام تأثير طبعا إيجابي. هلأ هون عم نحكي على الكبرى ولا بشكل عام؟ بشكل عام طبعا. هلأ إحنا إذا الكبرى اللي مثلا بتوصل للعالمية زي مثلا بروجريس سوفت، هذا إشي جدا مهم. هلأ الشركات الكبرى إلها تأثير مباشر على الصادرات الوطنية، والتصدير مهم وأساسي لأي دولة عشان تقدر تحافظ على نسب العملة، قيمة خلينا نقول العملة التداول والعملات الصعبة والحصول عليها. أيضا لما إحنا الشركة بتكبر وبتزدهر وبتوصل للعالمية بيصير في توفر أكبر بفرص العمل عشان نحارب طبعا البطالة والفقر. الشركات الكبرى كمان عندها قدرة على الإنفاق على الريسيرش والديفلوبمنت، على الأبحاث والتطوير المنتجات، بتوصل إلى كفاءة عالمية تقدر تبيعها بالدول الخارج. وبالتالي طبعا لما بتزدهر هاي الشركات بتكبر بتأثر بشكل مباشر وغير مباشر على الشركات الأخرى. يعني الشركة الكبيرة كمان تحتاج تتعامل مع شركات أصغر، مع موردين تانيين، فهي حلقة متكاملة. فنمو هاي الشركات بيحرك العجلة الاقتصادية. لو طلعنا على الجانب الآخر اللي هو مثلا الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي إلها دور طبعا بتوظيف تقريبا 60% من الأيدي العاملة، 60% من الأيدي العاملة، لأنها هي الحجم الأكبر. يعني احنا بنحكي تقريبا 98% من الشركات الاردن هي مايكرويه وصغيره ومتوسطه، وهي الشركات احنا كثير عم نسلط الضوء عليها ببرنامجنا من خلال مثلا المشاريع، وكل حدا بيقدر يبدا شغله لحتى يصير واحد من هالشركات الصغيره او المتوسطه. فهدول كملي قولي لي شو بيكون صحيح. هلا هو شوف الشركات الصغيره والمتوسطه اول شيء انت عشان تبلشي فيها هي ممكن اسهل او تحتاج الى راس مال وامكانيات اقل من الشركات الكبرى. اسهل مزبوط. نعم. بعدين الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في إعادة توزيع الدخل لكافة أنحاء المجتمع، لكافة لجميع الناس. يعني ببطل في احتكار أنت لأصحاب رؤوس الأموال أو لشركاء معينين. نعم. فهي بتساعد، لها دور أساسي في محاربة الفقر والبطالة. حتى الدول اللي استثمرت بالشركات الصغيرة والمتوسطة وبالذات الدول النامية قدرت ترفع من اقتصادها ومن الناتج القومي الإجمالي ومن صادراتها وتخفض نسب الدين العام بشكل مباشر. فالاستثمار فيها جدا مهم. طبعا كمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بتخفض خلينا نقول الزحف السكاني من إلى العاصمة. ممكن يكون في أي محافظة في الأردن بأي مكان. شركة صغيرة متوسطة. مزبوط. واو. نعم. معلومات حلوة يعني. حبيبتي. بالإضافة إن الشركات المتوسطة والصغيرة كمان فيها مجال للابتكار والإبداع. يعني هلأ صح في عنا مشاريع تقليدية، لكن بنفس الوقت إحنا عنا مشاريع فيها إبداعية، وبالذات بمجال الآي تي والتكنولوجيا المالية والاتصالات صار في عنا الحمد لله نجاح، وقدرت توصل هاي الشركات على فكرة لبرا الأردن. طبعا وصول هذه الشركات إلى خارج الأردن أساسي. أول شيء اسم الأردن إحنا بلدنا ومنحبه، يعني بنحب يوصل إلى العالمية. بلس بيساعد كمان إنه هاي الشركات تقدر تنافس شركات أجنبية وشركات عالمية. فطبعا إله دور جدا مهم وتأثيره جدا إيجابي. حلو. ومن قصص النجاح يعني طبعا إحنا استعرضنا جزء بسيط منها، من لقي قدي بيرفعوا الرأس وقدي بيكون عندهم توجه الناس اللي عندهم شركات صغيرة والمتوسطة لجد يعملوا أفضل ما عندهم ويتميزوا، مش بس بالأردن كمان تطلعهم عالمي. هلأ بحب أسمع منك إنه إحنا عن جد يعني نمو العجلة الاقتصادية بتحتاج لدعم الجميع. فكمان يعني هيك من وجهة نظر اقتصادية، ليش لازم الشركات المحلية كمان تتعامل مع شركات محلية أخرى؟ أكيد. هلأ يعني لما إحنا شركات نتعامل مع شركات محلية موجودة في الأردن عم نساهم في زيادة إيراداتها وأرباحها ومبيعاتها. فبالتالي لما هي بيزيد الإيراد تحتاج إلى توظيف موظفين أكثر، تحتاج إنها تتعامل مع شركات أخرى سواء شركات صغيرة أو كبرى، موردين. فإحنا هذا كله بيأثر، يعني win-win situation، ما بيأثر على الاقتصاد الأردني، بيأثر على معدلات البطالة بالذات بالوقت الحالي هي بارتفاع بسبب يعني طبعا جائحة الكورونا وإلى آخره. فإحنا بندعم بعض، لما بندعم بعض نقدر إن شاء الله نعدي هذه الأزمة على خير. بالإضافة إنه كمان حلو إنه إحنا لما منشجع الشركات الأردنية بتقدر هي توصل إلى
خارج الأردن بطريقة أسهل، تقدر تصدر، بصير إلها اسم أكبر، فإله طبعا تأثير إيجابي جدا. طبعا. وإحنا اليوم كنا عم نحكي لما حكينا عن شركة Progress Soft إنه هي شركة عالمية، يعني موجودة في 24 دولة حول العالم، 370 بنك. فهون لما تكون شركة عالمية، أنا بقدر أخذ شركة عالمية أردنية عالمية كتير أحسن لاقتصادي من شركة عالمية مش أردنية. أكيد، وبدنا نشجعها. إذا عم بتقدم طبعا نفس الخدمات في نفس الجودة العالمية. نعم، الصراحة الشركات الأردنية وبالذات استثمارها كان كتير كبير في الجودة وكفاءة منتجاتها وبموظفينها وتدريبها، قدرت توصل للعالمية وصارت تقدم خدمات ممتازة. بعدين نعرف الحلو أنه كمان أنت بتعرفيها، بتقدر توصلي لها، it's accessible. صح. ونجاحها هو بالآخر نجاحنا كلنا يعني. مظبوط، بقدر يفهموا علي مثلا 20 ساعة مثلا جاهزين ناس بالبلد. يس. صح. شكرا لك دكتورة يارا قطامي الخبيرة المالية، أهلا وسهلا فيك. أهلا، يعطيك. خليكم معنا، نصائح كيف تستخدم الإنترنت لمعاملاتك البنكية ويضل حسابك بأمان. أكيد مع استخدام الإنترنت في عملياتنا البنكية الأونلاين بانكينج بيسهل حياتنا، بصير بالموبايل أو التابلت، ولكن ما تنسوا أنه ممكن يكون في ناس تانيين عبر الإنترنت عم بيقدروا يدخلوا لحسابنا، لهيك لازم نتعامل بطريقة جدا تكون حريصة حتى نحافظ على حساباتنا. فحضرت لكم 10 نصائح لكيف نتعامل بالمعاملات البنكية عبر الإنترنت وضل حسابنا بأمان. أول شيء، هالعشر نصائح بتبدأ ما عمرك تدخل حسابك البنكي من انترنت بمكان عام، يعني لازم يكون انترنت دخل فيها الباسورد، وما تكون اصلا في مكان عام لانه ما بتعرف مين ممكن يكون حواليك ويشوف الباسورد واليوزر نيم وهالقصص هاي، فعاده اتاكد من هذا الموضوع. ثاني شيء، تاكدوا انه اي مره بتدخلوا على حسابكم تعملوا لوج اوت او تعمل خروج، ما تخليه فاتح، فهذا عمليه جدا مهمه في كل مره بستخدم الانترنت سواء على الموبايل ابلكيشن او على الكمبيوتر. ثلاثة، استخدم كلمه سر قويه الباسورد. عاده بيقول لك احسن باسورد هي اللي فيها ارقام، فيها حروف وفيها رموز، يعني كمان تكون مثلا على الاقل 8 خانات. وهنا بيقول لك استخدم كلمه سر انت تتذكرها، شيء مثلا لك بيعني شيء مش كل الناس بتعرفه، ما حدا تاني بيعرفه. طيب، وبعدين برقم 4، حاول دائما غير كلمة السر. عادة بقولك أفضل شيء كل 3 شهور غيروها، ما تخلوها نفسها، لأنه إذا صاروا حدا عرفها ما بتعرف إمتى ممكن يرجعوا يدخلوا على الحساب. رقم 5، ما تستعمل نفس الباسورد لأكثر من موقع، يعني هذا بصير خطر، لأنه إذا حدا اخترق حسابك بموقع بقدر يخترق بقية الحسابات، فكلمة سر مختلفة لكل موقع. رقم 6، ما عمرك تتبعي رابط بيجي عبر الإيميل أبدا. أي إيميل بيجي لكم من رابط بدك تدخل من خلاله على البنك، هذا بقول لك دائما اعمل له ديليت، زيحه، لانه بيكون من مصدر خطير. اوكي، لانه دائما في فيروسات، في كمان ناس خصوصي عم بيستخدموا هاي البرامج للدخول على حسابات الاخرين، فاي رابط بيجي لك ابدا امي هذا الايميل، واذا بدك تدخل على حسابك دائما ارجع اطبع الويب سايت وادخل على حسابك من خلال الويب سايت او التطبيق اللي لاقي لك. 7، مش من سياسة أي بنك إطلاقاً أنه يطلب منك كلمة السر وأي معلومات شخصية عبر الإيميل أو برسالة نصية أو عبر الواتساب، فلما حدا يبعث لك هاي الرسالة اعرفوا إنها من مصدر عم بحاول يدخل على حساباتك. مستحيل البنك لما بده أي معلومات منكم رح يطلب منكم تتوجهوا للبنك لتوفروا هاي المعلومات. بعدين 8، دائما شيكوا على حساباتكم، ممكن هلا اي حد يفتح حساب في اي بنك بيقدر يدخل من خلال الاس ام اس، من خلال الموبايل ابلكيشن تطبيق البنك، دائما شيكوا باستمرار وين حسابي اذا راح منه شيء، عشان تكونوا دائما عارفين اذا اي تغيير عم بيطرق على الحساب. رقم 9، ما عمرك تشارك كلمه السر لاحد، وكمان في ناس بيقولوا ما عمرك تكتبها على ورقه او تحفظها لانه ما بتعرف هاي الورقه ممكن توقع في ايدين مين. 10، دائما بيقول لك حاول دائما تستخدم الانتي فيروس او انظمه الحمايه من الفيروسات على اجهزه الحاسوب الشخصيه وايضا الموبايل، ودائما لازم يكون حتى الانتي فيروس لازم يكون مرخص او من شركه موثوقه.
فبهالعشر نصائح اللي قدمنا لكم إياهم اللي هي بحث من عدة مواقع، هاي هي أكثر النصائح اللي بتساعدكم يكون دائما حسابكم آمن. نتمنى لكم دائما السعادة ودائما التوفيق، واليوم حكينا بقصصنا وقدمنا لكم هالنصائح، بتمنى لكم وقت سعيد وتيجوا عنا ودائما يكون عندكم قصص النجاح. إلى اللقاء، ديروا بالكم على حالكم، الله معكم.